في المكان. اهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم اسماء اسماعيل من الاسكندريه. احنا من داخل سوق السمك، من داخل سوق السمك بنتابع مع حضراتكم يعني اشكال وانواع السمك. وطبعا كان هنا موجود قرش، قرش البحر، ولكن يعني اتباع الحمد لله. ولكن يعني خليني اوريه لكم. مرحب بيك معانا، مرحب بيك. كلمني بقى عن السمك النهارده عامل ايه؟ الحمد لله. خد يا اسعار السمك النهارده ايه؟ اسعار السمك النهارده ده الشراغيش اللي قال عليه في الجنيس. طبعا ده زي ما هو عارف زي ما انت فاهم. ده شراغيش وبيقولوا عليه الجنيس. تمام؟ بيعمل 170 جنيه. 170 جنيه. ان شاء الله. وعند البيقول لما يبطرخ شايف البطارخ؟ بسم الله ما شاء الله. وتلاقيه عند ساعة دوسة بس. يجيب يوش عشان ايه؟ ايوه اهو. كلنا تحت حزب الرئيس. الكابوريا بقى ايه اسعارها النهارده؟ بيبقى كل الصبح ب 300 جنيه ببيعها ب 180 جنيه. 180 جنيه النهارده دي ايه يعني؟ الفات ولا الفات؟ تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا ايه تاني النهارده؟ بدنيس وعندك نيسو كده. الكيلو كده بيعمل 200 جنيه مع بعض. وعندك السبيبة 320 جنيه. عطش دبوك. عندك 200 جنيه ببيعها ب 130 جنيه. تمام. وعندك جمبري بيتباع ب 200 في السوق ب 160 جنيه وهحسبه 150 جنيه ديسكاونت. ده حياة مصر. عن اسعار يعني مش اسعار، فكره السمك وعمايل اكل السمك خلال بقى شهر رمضان، ايه بقى الوضع عندكم؟ حاجه جايه لك يا محمد دقيقه واحده عشان الرئيس عبد الفتاح بيه ربنا يخليه. عندي وايت سويت ده بالنسبه لسويت السمك عندكم. دي الكابوريا دي بتتعمل وبتتفتح وبتتخلل. تمام. بتتعمل وايت سوس اللي هو الابيض، وايت سوس اللي هو الاحمر اللي انت بتعمله. وعندك الدنيس ده مشوي زيت وليمون ومشوي بالرده. الامسكه شغاله كله حي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده جمبري لسه حي طازه زي ما حضراتكم شايفين. اسعاره ايه بقى الجمبري؟ الجمبري ده النهارده كده في الجاري بيتباع ب 300 انا ببيعه ب 350 جنيه جمبري ازازي. صحيح يا مصر. طيب ب 300 جنيه الجمبري ده ازازي وطازه لسه طالع حالا عند سعد بوسه. ايوه. عند مين؟ سعد بوسه هنا من داخل سوق ابو قير يعني زي ما حضراتكم شايفين. قول لنا مكانك فين بقى عشان الناس تبقى عارفه. اسماك المصري. تمام. اسماك المصري. اسماك المصري هنا على اول سوق ايه زي ما حضراتكم شايفين. يعني كلمني بقى عن السبيت ما اتكلمناش عنه. بعد ما كان السبيت بيتباع ب 350 قصه السبيت حي ببيعه ب 320 تامين مالي وتامين عايز اسعاره علينا محمد الله يكرمك عند علينا ب 300 جنيه. طيب عايز ريس كبير؟ ها؟ عايز ريس كبير كده؟ ها؟ وده ايه؟ ايه ست دي بطاطا. بطاطا 130 جنيه بتتعمل مشوي بالرده زيت وليمون ومقلي. طيب وعايزه تروح على المزاد يلا بينا؟ في كلمه زي كده وقت فتح. طيب يلا بينا يلا بينا. المساعد بتاعك كان بيصور وبيعمل ايه؟ ده حضرتك منور طبعا. منور يا باشا. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. نخش على المزاد هنا. هتصورها يا باشا انت مع الرئيس اهو محمد اللي هيجي اشيل الصغير عشان الدخان والشاشه. الدخان عشان الشاشه بس. يلا الحي يا بابا. هنا الحي يا بابا. فتح النبى يا حاج. فتح النبى يا معلم. يلا بالبيت. كف صلاه على النبي. كف صلاه على النبي. كف صلاه على النبي. كف صلاه على النبي. 150 صفحه. ده بول البحر. ده بول البحر. ده بيعها ما معلمش عشان مش عامل كده.
لا هم معلومه 150 صف عندك 150 عليهم 10 15 عليهم رد عليه 150 صف عليهم 10 رد عليه في 150 لحد 151 152 جدعان كل ما اخد 10 جنيه خدها عشان ازعل مني انا راجع بتكلم مش انت والله 52 53 54 رد عليه 154 وعليهم ال 10 155 56 لسه بقى في 156 ما حدش لغايه 50 وعليهم ال 10 سعد يوسف كم صلى على النبي هنا 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 230 صفوا على 10 خد عليه الحين 230 صف عشان الدخان 230 صف مفيش يا طارق 230 صف رد عليه 32 صفوا عليه 10 اوعى القاروص 32 احمر 32 رد عليه كله بيع كده 32 جه الصفوا عليه 10 ما مسكتش دي ليه رد عليه 32 رد عليه الحين 32 صف يا معلم يا مشكله 32 صف شيخ ابراهيم كمان يعني قصده بفاف كبير 32 صف على 10 32 جنيه 32 32 طب 1300 صفوا عليهم 1300 صفوا عليهم 100 1300 صفوا عليهم 100 1300 صفر عليهم 100 عندك كام عشان اخد اللي عليهم خلي بالك عم عدوا انا بكلمك على الدغري كده قدام الناس على الملا اللي عليهم على في 1300 وعليهم 100 في ايه في ايه في 1300 محدش لغرض ايه خد اللي خد يا ابني خد لك 5 كتير خد خد 1310 جاي 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 يا عم يا